مشاهدي قناة زومسات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف خفيف. ضيفتنا لهذه الحلقة هي فنانة ابنة مدينة طنجة، ابدعت في الغناء بالموسيقى الاندلسية، معنا عبير العابد. مرحبا بك عبير. شكرا جاد، كنشكرك على الاستضافة ديالك، كنشكر كاع الناس اللي متواجدين معنا، لا من ناس الكاميرا ولا من ناس الاخراج، كنشكرهم حتىهم على الثقة ديالهم والاستضافة ديالهم ليلي في هذه الحلقة. كيفاش العيد عبير؟ مزيان الحمد لله، حنا كنقللوا شويه من الكوليسترول هذا العام. هذا اللي غيبغي يتعرف على عبير في الظهور ديالها اليوم، شكون هي عبير؟ عبير العابد هي اول حاجه كنت طالبه في كليه الاقتصاد، هذه اول حاجه، وخديت الحمد لله لا ليسونس ديالي هذا العام. وكفنانه فانا بنت المعهد الموسيقي بطنجه، كنتمي للجوق روافد موسيقيه برئاسه الاستاذ الدكتور عمر متيوي، وايضا عندي لاكارير ديالي بوحدي، يعني كنشتغل مع الناس كاملين، الناس اللي كيبغيو عابر كاملين كيتصلوا بها كيلقاوها موجوده. ولكن شفنا عابر، شفناك مولوعه بالموسيقى الاندلسيه. نعم، نشوفك اكثر في الموسيقى الاندلسيه، علاش بالضبط هذا النوع ديال الموسيقى عابر؟ هو الاختيار ديالي للموسيقى الاندلسيه ما كانش صدفه، هي كانت ولاعه من الصغر. كنت كنسمع الحاج باجدوب، السي عبد الرحيم الصويري، كنت كنسمع الموسيقى الاندلسيه كيف ما وصلوها انهم عاودوا بواحد الطريقه خفيفه وحلوه. ومن ثم دخلت المعهد الموسيقي، قريت فيه تقريبا 10 سنوات، وقفت على الدراسه ديالي، ما كنتش كنقدر من بين الحفلات والمعهد والقرايه كان الوقت ما يمكنليش نقسم راسي على ثلاثه. وفوالا دخلت المعهد، ديت كنقراها كماده، ديت كنقرا الطرب الاندلسي كماده. الاساتذه ديالي شافوا فيا انني عندي صوت يمكن لي نادي به بزاف د الحاجات. في الاول كنت كنعمل جوج، كنت كنغني موسيقى طربيه لام كلثوم وهذا، وكنت كنغني الطرب اندلسي في الحفلات ديال المعهد. الاولى بحال قلت لك هي الاولى عجرتني، بقيت هادي مع 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 القرايه ديال المعهد، كنجح العام الاول، العام الاولاني ديالي خديت الجائزه الاولى في الطرب الاندلسي. هذاك الشيء اللي شجعني انني نزيد نكمل. ومع العلم انني ملي كنت في السنه الرابعه كنت من المشاغبين ديال القسم، كان كيقول لي الاستاذ انت ما كتهتمش بالماده، ما غاديش تكمل. ومن بعد واحد العامين ولا ثلاث سنين وليت كنغني الموسيقى الاندلسيه مع اجواق كبارين، جمعيات كيتصلوا بيا، وهذا هو براسو بديت كنشتغل معاه. يعني كتجيبها كنكون انا وياه في نفس الفرقه خدامين. قال لي وانا اللي كنت كنقول ما غاديش تكمل، صدقتي انا اللي كملتي. وفي القسم بقيت السنه السادسه كنقرا بوحدي في القسم، كلشي ما بقاش كيقرا، انا الوحيده اللي كملت في المعهد. الاسره ديالك عاونتك بزاف ودفعاتك بزاف انك تكون باش تكون فنانه. كيفاش حتى اكتشفوا الموهبه ديالك في الصغار؟ وشكون اللي كان عنده، شكون اللي زعما كان عنده تاثير كبير؟ اللي كان عنده تاثير كبير هي ماما. نعم، ولكن ماما ماشي في الموسيقى الاندلسيه، في الفن عامه، في الطربيات كانت دائما كتحفظنا ام كلثوم، تحفظنا عبد الحليم، هي مولوعه بفريد بزاف. والاخ ديالي كبير عليا بواحد 4 سنين ونص، كان ملي صغير وهو كيعجبو لي زانسترومون، كيشري لي زانسترومون، كيتعلم العزف بوحديتو بلا معهد بلا والو. ومني كبرت انا ديك السن ديال 8 سنين هكذاك 9 سنين، هو قال غيدخل المعهد الموسيقي، وانا كنت كنبقى ندندن ونغني في الدار وهذا. قالوا لي وادخل مع اخاك، قلت لهم صافي انا خصني ندخل وهذا نتعلم، صافي داكشي اللي كان. دخلت مع خاي ودخلت المعهد الموسيقي، وبحال هكذا بقيت. وما شجعوني، كانوا كيقولوا لي حاجه وحده، كيقول لي يعني القرايه ديالك ما تخليهاش، كمل القرايه ديالك، وفي نفس الوقت ها انتينا كتبع مسيره الفنيه. وهذا الشيء جاء اصلا صدفه، انا عمري ما كنت كنقول غادي نكون فنانه كبيره ولا معروفه ولا، كنت كنقول خصني نغني وصافي، خصني نتلقى باش دوب، خصني نتلقى بحال لي زومبيسيون اي واحد صغير في ديك الوقت. الحمد لله ربي ملي كيعطي الواحد شي حاجه راه كيعطيه وصافي. انتينا كابنه مدينه طنجه، الا بغيتي تدعي الناس باش يجيو يزوروا المدينه، شنو هو المكان اللي يمكن انك تهضر عليه بكثره في طنجه؟ المكان اللي كترتاح فيه عبير واللي كيعجبك بزاف في مدينه طنجه؟ كاين بزاف الاماكن، منهم هذا برج الحجوي اللي حنايا كان عندنا فيه الجمعيه، هذاك المكان علاش كنرتاحوا فيه؟ لان فيه كنتولعوا، فيه كندربوا، فيه كندابزوا، فيه كنتصالحوا،
فيه كنعملوا الموسيقى في كل شيء يعني، وما بين زعما الاماكن بحال نقولوا عليه امونيمون هيستوريك هنايا في طنجه. عابر نمشيو فاصل ونعاود نرجع لعندك. مرحبا مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا السلام عليكم، تيليشارجيو لابليكاسيون زوم 7 على الاندرويد وتابعوني في برنامج ديف خفيف معكم جاد ياسين. مشاهدينا مرة أخرى في برنامجكم ضيف خفيف. عبير، سمعت بأنك توجد شي ألبوم، واش هذا الألبوم فيه أغاني جديدة ولا غير الإعادة ديال الأغاني ديال الرواد؟ ويا في الحقيقة أنا باقي ما فيش كنوجد، ولكن مزيان مادام سمعتي هذه القضية إذا الناس كتهضر خاصها شي ألبوم كيبان لي. إن شاء الله كنفكر أنني وجدت شي حاجة، غير هذا العام هذا كانوا عندي بزاف ديال المشاركات وبزاف ديال الكرياسيون جدادين، ما خلاو لي شي فرصه انني نجلس مع راسي ونخمم في الحاجه اللي غادي نعمل، ومع القرايه عاود يلا عاد ساليت هذا العام وهذا رونتني، دونك ما كنتش نقدر نعمل كل شيء بدقه، ولكن كنخمم ان شاء الله انني نعمل شي حاجه وكنتمنى تنال الاعجاب الجمهور ديالي. بالموازاه تعابير مع الطرب الاندلسي، عندك اهتمام بالطرب العربي؟ علاش عندي الطرب العربي؟ عندي اهتمام حتى بالجاز وبالكلاسيك و تو سكي اونسيان، الموسيقى التقليديه ولا القديمه كاملين كيعجبوني ديال البلدان كاملين. علاش باقا ما صدرتيش واحد السينجل، بلا ما نقولوا البوم نقدروا نقولوا غير سينجل، علاش ما صدرتيش سينجل شي اغنيه سينجل جديده في هذه الموسيقى العصريه بحال دابا اللي كاين؟ نعم، وانا اش غادي نقول لك، وانا عندي واحد الرساله فنيه، وهذه الرساله هذه كتجي من هذا الفن هذا اللي انا كنعملو، اللي هو الطرب الاندلسي ولا التراث بصفه عامه، ما تخصصوش انا في الاندلسي. التراث الحمد لله فيه بزاف ديال الحاجات، غني جدا، فانا كنخمم ان شاء الله الا عملت شي حاجه غنعملها في التراث نيت، تكون تراثيه وبطريقه خفيفه. نعم، كنتمنى انني نقدر نوصل للشباب وهاد لا جينيراسيون هاد الموسيقى هادي، يمكن بواحد الطريقه اللي شويه تجيهم خفيفه على القلب. هذا صافي، هذه الرساله ديالي، وكنتمنى انا حتى في اوروبا وحتى في العالم يهتموا بالموسيقى ديالنا ويعرفوا ان المغرب سواء عنده تراث وعنده ناس اللي كيأديوه وكيحفظوه خصهم يوصلوا للعالميه. نعم. شنو اسمع من عندك عابر اليوم؟ اللي حب الخاطر. وانا اللي حب الخاطر انت. شي مويول؟ مرحبا. عشقت يا إله الزين قلت تهني والزين زادني نار على نار، عشقت يا إله الزين قلت تهني والزين زادني نار على نار، قالوا كان الزين يدخل الجنة حتى العشاق في الرضا ينظاروا، قالوا كان الزين يدخل الجنة حتى العشاق في الرضا ينظاروا. تبارك الله عليك عبير. الله يبارك. تبارك الله عليك. عبير، واحد السؤال، شنو هي القيمه المضافه اللي عطاتها الحضور النسوي في الطرب الاندلسي؟ كما كنعرفوا ان الطرب الاندلسي قديم كان كيركز على العنصر ديال الرجال. انا ما كنظنش انه كيركز على العنصر ديال الرجال، انا كنظن ان النساء ما كانتش عندهم الجراه انهم يخرجوا من المجال، وكانوا شي نساء اللي كنسميو انا النساء المناضلات في مجال الفن التراثي
بحال علي المجاهد الله يرحمه، بحال زهر الله يرحمه، منال الخرس، يلا هادو كانوا رحمهم الله، فيتال عوفير، هادو كانوا من النساء المتحررات فكريا اللي ما كانتش عندهم ديك العقده ديال هذا المجتمع الذكوري، هذه موسيقى رجاليه. فانا من بين داك البنات اللي قالوا اودي هاد الموسيقى هذه علاش يبقاو فيها غير رجال، ارى نعملوا المحاوله ديالنا. سورتو انا دخلت على الموال والانشاد، وهادو جوج الحاجات اللي قليل 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 فين كنلقاو شي بنت كتعملهم. سورتو الانشاد الحمد لله من بين الحاجات اللي تميزت بهم، حيت ما كاينش بنات اللي كيعملوا الانشاد في الموسيقى الاندلسيه اللي هو طبعه ديالو طبعه زاوياتي، وكانوا كيعملوا الناس شحال هادي المشيدين في الزاويه، ومعروفين بغير المشيدين اللي عندهم مثلا واحد الطاقه صوتيه هما اللي كيأديوا الانشاد. الحمد لله ربي وفقني انني نحفظ شويه، وانني نحاول ماشي نتنافس باش الرجال ما يخافوش مني، ماشي نتنافس معاهم، ولكن باش نكون معاهم حتى انا متواجده في الساحه الفنيه. عبير، كلمه اخيره لجمهورك اللي كيشاهدك على قناه زوم سات تي في. كنشكر الجمهور ديالي اللي دائما متبعني ودائما مساندني، وكنقول لهم بلي انا كنبغيكم بزاف، وكنتمنى انني نعمل الجديد وينال الاعجاب ديالكم. كنقول لهم تسناوني ما تقنطوشي، انا ان شاء الله غادي كنفكر انني ماشي حاجه جديده. كنشكركم تاتوما على الاستضافه ديالكم اخي جاد، وكاع الناس اللي مسؤولين على هذه القناه هذه، كنقول لكم مسيره موفقه. الله يوفقكم، وشكرا على الاهتمام بالفن اون جينيرال، وخصوصا الفن الراقي والفنانين الصاعدين، و اتري بيانتو ان شاء الله. شكرا عبير على حضورك معنا في هذه الحلقه. اما انتم مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه، وكنقول لكم كما ديما كنتسناو تشجيعاتكم وانتقاداتكم على www.zoomset.tv. شكرا على حسن المتابعه، وشكرا مبروكه.